الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به سبحانه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. يا رب لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الكبرياء والعظمة يا أرحم الراحمين. آية في خواتيم سورة يوسف: تدخل الشفاء على قلوبنا. تدخل الشفاء لأنها سيقت على لسان نبي الله يوسف عليه السلام الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم، الذي عاش آلام لم يعيشها أحد: ألم الفراق، وألم البعاد، وألم البئر، وألم الرق، وألم السجن، ثم ألم النعمة الموفورة والمسؤولية العظيمة. بعد كل هذه المقاسات التي عاشها قال هذه الكلمات: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. إن ربي لطيف لما يشاء، وقد شاء لي الفراق، وقد شاء لي الابتلاء، وقد شاء لي البعاد، وقد شاء لي الحرمان، وقد شاء لي مجافاة الأهل. وبعد ذلك يقول: إن ربي لطيف لما يشاء. كل هذه البلايا قال عنها نبي الله يوسف لطف. نعم، المؤمن الحق يرى كل شيء يقدره الله عليه لطف. إن ربي لطيف لما يشاء. ولذلك يا إخواني، المؤمن الحق هو الذي يتعبد إلى الله بأسمائه وصفاته. وحينما يعيش الإنسان مع أسماء الله وصفاته، هو بذلك يعيش في جنة، كما قال الإمام ابن تيمية رحمه الله، قال: الحياة مع أسماء الله هي جنة الدنيا. نعم، جنة الدنيا أن أعيش مع عظمته سبحانه وتعالى. وأي فعل من أفعال الله لا يدل على لطفه بنا؟ ألم يمن علينا بالإسلام؟ هل يتخيل الإنسان حاله لو كان غير مسلم؟ ألم يسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة؟ فقط الذي ضيق علينا في هذه الأيام هو بعض الضيق في الرزق، بعض الضيق في الخروج، بعض النقصان في الحرية. نحس بأن هناك ألم، ولذلك الآن والآن فقط نستطيع أن نستوعب حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. نعم، الآن فقط يستطيع الإنسان ويتلذذ أنه: الحمد لله لست مصاب، الحمد لله أنا في نعمة وعندي رزق، الحمد لله أهلي بخير، الحمد لله عندي ما يكفيني وأهلي. هذه هي الدنيا، هذه هي الدنيا بكل ما فيها. وهناك معنى آخر يا إخواني نقتبسه من سيدنا يوسف عليه السلام: إنه هو العليم الحكيم، العليم بأن هذا هو الصالح لنا، الحكيم الذي يدبر كل أمر بحكمة. فالله سبحانه وتعالى أحصى كل شيء عددا، وأحاط بكل شيء علما، وله في كل شيء تدبير وتقدير، حكمة بالغة. فما تغني النذر، فما ظنكم برب العالمين؟ الحمد لله، ظننا فيه أنه منه علينا جميل وعطاؤه علينا جميل. يا رب أكرمنا ببنك وعطائك،
اكتب لنا عيش السعداء، اللهم اكتب لنا عيش السعداء، اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. رمضان.